هربا من بلدانهم يصلون إلى بريطانيا معتقدين أنها بر الأمان، فيتلقفهم نظام هجرة قاسٍ. يحذر الأطباء من أنه يغرق المهاجرين في أزمات أعمق ويتسبب بصدمات نفسية ثانية. الكلية الملكية للأطباء النفسيين تصف نظام الهجرة في بريطانيا بأنه مشكلة نفسية عامة وتدعو إلى مراجعته، وتؤكد أن الحكومة لها التزام أخلاقي تجاه طالبي اللجوء الذين غادروا بلدانهم بسبب العنف أو التعذيب ويعانون من حالة نفسية سيئة بالأساس. وليس مستغربا بحسب الكلية أن يعاني العديد من طالبي اللجوء من أمراض نفسية إضافية بعد خوضهم رحلة محفوفة بالمخاطر. وانتقد تقرير الكلية الظروف التي يعيشها المهاجرون في فنادق طالبي اللجوء وبعض مرافق الاحتجاز، ووصفها بأنها شبيهة بالسجن بسبب العزلة الاجتماعية والمراقبة التي أحياناً تمارس عليهم. وقالت الكلية الطبية أن الحكومة الجديدة قد تكون غيرت بعض الشيء في قوانين الهجرة كإلغاء خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، إلا أن مجموعة من قوانين الهجرة التي تجرم طالبي اللجوء الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة لا تزال قائمة منذ عام 2022، وهي تدفع بعض المهاجرين نحو صدمات نفسية قد تصل بهم حد الانتحار أحياناً.